من خلال استعراض أحاديث العامة أو الخاصة من الناس، ورد سياق مأثور لدى الجميع قول لا إله إلا الله ويتوقف، أي أنها لا تكمل الكلمة أو العبارة أو الجملة، ويتغاضى عن إكمالها إما كسلاً أو جهلاً. فهل يوجد لذلك أي اجتزاء الكلمة فهم أو تعليق في فراستكم؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. إن قول الشهادتين هو نجاة من الدنيا وما فيها، فشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي الركن الأول من أركان الإسلام. ومعنى لا إله إلا الله وحدها هذه الكلمة أي لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات، أي لا إله نافيا جميع العبادات لغير الله في الحياة والكون والإنسان، وهي إثبات بأن الله لا شريك له، متفرد في الألوهية والعبودية. لا يجوز أن نقرن أو نشرك في اللفظة معه أحد. أما الجزء الثاني وهو كلمة محمد رسول الله، فمعناه الإقرار برسالة ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بها والانقياد لها قولا وفعلا واعتقادا، فهي الجزء الذي يدخل الجنة، أي مفتاح الجنة، ولا يكون لغير هذا المنهج. بين قوسين، هي أحكام القرآن عبارة عن أوامر ونواهي تتبع، أي لا تكون سبيلا إلا سبيلا لدخول الجنة. فاليهود أغلبهم يقول بالتوحيد، وفي أقليل قديما منهم أشركت بالله، وقالت كما قال الله تعالى في كتاب العزيز، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهيون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فعندما يقول الشخص لا إله إلا الله ويسكت، يدخل في النفس مغبة أمرين اثنين، وهما عدم الاعتقاد بمنهجية محمد عليه الصلاة والسلام، أو الأمر الآخر هو كسل القول في هذا الأمر، مما يؤكد أن هذا المرء متساهل في أهم قضية للمسلم، ويتبع منهج محمد عليه الصلاة والسلام. فأخطأ من يظن أننا والنصارى واليهود نلتقي، فمنهج النصارى محرف ومنهج اليهود محرف، أما منهج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قائم إلى يوم الدين، فلا تفاضل بيننا ولا تشابه ولا حوار للأديان كما يزعمون. ولذلك ننصح المتساهل أو الكسول عن قول محمد رسول الله أو محمد رسول الله بأن يكمل الكلمة التي تنتهي يوم السؤال عنها. فالاجتزاء للكلمة ليس في صالح المؤمن، وإن كان الحديث عارضا أو مقصودا، لذلك أنصح أن تذكر الكلمة بكامل لفظها تأكيدا نفسيا وعقليا عليها. والله من وراء القصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابع قناتنا على اليوتيوب، وتواصل معنا عبر سناب شات، إنستغرام، واتساب.